كل يوم في الوضع في غزة بيزيد تأزم. القصف الإسرائيلي يعني لم يترك منطقة حيوية إلا واستهدفها. نتكلم على استهداف منشآت، وحدات صحية، بيوت عبادة، جوامع، كنائس، في كل ساعة، مش في كل ساعة للأسف، في كل لحظة في تصعيد دون توقف. آخرها كانت الهجمة الوحشية طبعا اللي احنا تابعناها على المستشفى المعمداني، اللي كانت شاهدة على بشاعة العدوان وبشاعة الانتقام الإسرائيلي. صحيح محمد، للأسف يعني يقال حتى أنه تقريبا كل 14 دقيقة يعني بيتوفى طفل أو طفل. يعني في أي حال خلينا نتعرف على تطورات المشهد من الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، واللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور أيمن، أهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أخت جمانة، تحياتي لك وللأخ محمد ولكل السيدات والأستاذ المشاهدي والمتابعين. أهلا بحضرتك، تحية لك وتحية لكل إخواتنا في فلسطين. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم بداية كده، يعني آخر تطورات المشهد مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية طبعا بتستهدف العزر، يعني حتى أمس كان في قصف على معظم مناطق قطاع غزة. للأسف الشديد يعني اليوم نحن ندخل في اليوم 15، وبعض طبعا إن لم يكن أغلب سكان قطاع غزة لم يقصد لهم جفن بشكل كامل. الجميع بالليل يودع بعضها البعض، وفي الصباح كأنه يعيد طبعا هذا المشهد الدرامي بشكل متواصل. الاحتلال الإسرائيلي بالأمس كان يكثف هجماته بشكل كبير جدا على شمال قطاع غزة، بيت حنون، بيت لاهي، جباليا، مدينة غزة. والأخطر كان بالأمس استهداف مستشفى القدس ومستشفى في قلب مدينة غزة، به 1200 نازح الآن. وبعض الناس الآن تهرب لم بعد أن تهدم منازلها إلى إما أماكن إيواء لوكالة غوث التشكيل للاجئين، التي لم تعد تستوعب الأعداد التي تصلها في المدارس، فيلجؤون إلى المستشفيات كما حدث في المستشفى المعمداني. كان هناك نازحين، ورأينا حجم وبشاعة هذا الإجرام. وأمس هناك 1200 نازح و400 مريض في مستشفى القدس، والاحتلال كان يصر على إخلاء المستشفى، لكن أمام صمود طبعا الطواقم الطبية وإصرار الشعب ألا يترك ذلك، قصف في مناطق كثيرة، ارتفع عدد كبير من الشهداء لكن دون أن يخلو المستشفى بشكل كامل. أيضا استمر هذا القصف في خان يونس، في رفح، في المنطقة الوسطى، هي تمتد دير البلح، لانصارات البرج، كل هذه المناطق كما أشرتم لم يعني تهدأ من قصف الاحتلال المتواصل برا وبحرا وجوا. واضح أختي الكريمة وكل السادة المشاهدين يعني أن الاحتلال يتجهز إلى الحرب البرية، ولكن يعني هو يهمهم بين الفينة والأخرى في ذلك، يستعد يحدث مناورات دون البدء بهذه العملية، خاصة أنه يدرك أنه الشعب الفلسطيني يقتل كل يوم، هو يستعد أيضا للحرب البرية، عسى أن يكون الالتصاق المباشر مع حد العدو يوجع ويجعله يترك طبعا او يوقف هذه الحرب المسعوره على شعبنا الفلسطيني. عدد الشهداء صحيح يقترب من 5000، نتكلم على اكثر من 4000 دكتور ايمن، واكثر من 1000 طفل فلسطيني استشهد خلال الايام الماضيه، ماساه مروعه بكل ما تعنيه هذه الكلمه. دكتور ايمن، على وقع هذا التصعيد المستمر الذي لا يتوقف في قطاع غزه من شمالها لجنوبها كما ذكرت، واستهداف كل مكان في قطاع غزه، الامل دائما فيما والهدف الرئيسي، وده يعني هنعقد او هتلتئم القمه بعد قليل، قمه القاهره للسلام، هو وقف فوري لاطلاق النار، ادخال المساعدات الانسانيه والاغاثيه. غزه تحتاج الى وصول هذه الامدادات بكافه اشكالها الغذائيه والطبيه والصحيه وغيرها. الى اي مدى المساعي الدبلوماسيه وقمة القاهرة للسلام من الممكن أن تخرج بمخرجات تساهم في حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار؟ بالتأكيد نحن نعول كثير على هذه القمة، ولكن قبل أن أتحدث عن القمة، يعني عدد الشهداء يقترب من 5400 شهيد تحت الأنقاض، لم يضافوا لهذه الأرقام. قرابة 2000 طفل من ضمنها الشهداء راحت الموت، في طبعا تنتشر في كل أزقة وشوارع غزة نتيجة طبعا هذا الحجم الدمر من قطاع غزة. بالتأكيد مصر بذلت جهدا كبيرا، يمكن أن أعتبر أن مصر منذ اللحظة الأولى مارست ما يطلق عليها الدبلوماسية الخشنة، عندما أصرت أن لا يسمح بمغادرة قطاع غزة الأجانب إلا بإدخال المواد الغذائية والطبية والإنسانية قطاع غزة. وحتى هذه اللحظة يعني هناك بصراحة تضارب في المعلومات، هل تمكن من إدخال الشاحنات العشرين الأولى أم لا، يعني وصلنا بعض الصور ثم وصلنا النفي لذلك. لكن بغض النظر عن كل ذلك، اليوم الآن تعقد
على القمة اليوم في مصر. هذه القمة التي دعت لها مصر منذ طبعا الأيام الأولى لهذه الحرب. كنت أأمل أنا كمتابع وأأمل أن تنتهي هذه الحرب وزرها أن يشارك أكبر من هذا العدد في هذه القمة اللي تقريبا من تشاركون بها 35 تقريبا بين دولة ومؤسسة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تشارك بذلك والاحتلال بالتأكيد طبعا، وهذا يفقد أدوات الضغط بصراحة على الاحتلال لوقف هذه الحرب المصعورة. أنا أعتقد مصر تريد من هذه القمة أن تضع العالم أمام مسؤوليته بشكل كامل، لأن من أوصل هذه الأمور إلى هذا الحد هو الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي على العالم أن يقول كلمة. هناك فشل في إصدار قرار مجلس الأمن حتى الآن. أمين عام الأمم المتحدة أمس أمام المنفذ كان يعبر عن طبعا ضعف وعجز المؤسسات الدولية على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. هذه القمة أعتقد يعني مخرجات ودعم للشعب الفلسطيني الحديث على حراك قد نشهد بعد ذلك بشكل أساسي دبلوماسي للضغط على الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد التي أرسلت طائراتها وجنودها إلى المنطقة بضرورة وقف هذه الحرب المصورة، لأنه من يقتل بهذه الحرب هو طبعاً الأبرياء الذين لا دخل لهم بما حدث يوم 7 أكتوبر وما سيتبع ذلك للأسف الشديد. طبعا دكتور أيمن، حقيقة الوضع الإنساني يعني لا يوصف في غزة، ويعني بنشوف وبنتابع الفيديوهات وبنتابع الأخبار طول الوقت، يعني الحقيقة شيء يكسر القلب، شيء حتى يعني أصعب من احنا عارفين نتعامل، مش قادرين حتى نتقبله. عايز أعرف من حضرتك الوضع الإنساني في غزة إزاي، أهل غزة عارفين يتعايشوا تحت هذا القصف يعني الغير إنساني والغير مقبول بأي شكل من الأشكال؟ يعني عملية التعايش صعبة رغم غزة تعرضت لأكثر من 6-7 حروب خلال طبعا المتحدث 15 عاما الماضية. طبعا هناك طبعا يعني مشاهد كما يقال يشيب منها الغلمان مما يروا. أسر شطبت بشكل كامل، أكثر من 55 أسرة شطبت بشكل كامل من السجل المدني، لم يبقى من يحمل اسم هذه العائلة. هناك أطفال أصبحوا مشردين بعد أن قتلت طبعا والديهم وأخواتهم، بالتالي نرى طفل لوحده من بقى من أسرة، طفل وطفلة أحيانا يكون طبعا هذا المشاهد مأساوية فتأخذهم أسر أخرى. جزء من يعني أكثر من متحدث بأرقام أكثر من نصف سكان قطاع غزة تركوا منازلهم يعيشون في خيام إيواء الآن، ورغم كل ذلك حتى أماكن الإيواء لا تسلم كما أشرنا، كما رأينا في مستشفى المعمداني، في مستشفى القدس، في مدارس مثل مدرسة أحمد عبد العزيز في خان يونس وغيرها من الأماكن التي قصفت بشكل كامل. هناك نقص بصراحة كبير جدا، أولا في الإمكانيات الطبية، حيث بعض المستشفيات الآن ليس لديها لا يود ولا قطن ولا شاش، وهي أقل أدوات الإسعافات الأولية. حتى فندم شفنا دكاترة في بعض المقاطع بتجري بعض عمليات صغيرة طبعا على ضوء الكشاف، يعني وصلنا إلى هذا الحد. بالضبط، الكهرباء يعني شبه منقطع عن قطاع غزة بشكل كامل، ما بقى كان من كمية صغيرة جدا تم توفيرها عن طريق الأمم المتحدة لتشغيل عدد قليل من المستشفيات، وهذا بالتأكيد ينضب بشكل كبير جدا إن لم يتم التمكن من إدخال فقط بعض الوقود لإشغال بعض المولدات. فأنا أعتقد الأمر مأساوي، الثلاجات لم تعد تستوعب عدد الشهداء. للأسف الشديد أيضا دكتور أيمن، يعني هناك خروج لعدد كبير من المستشفيات من الخدمة داخل القطاع، يعني إحنا أمام انهيار يعني شبه كامل للأسف للقطاع الصحي. عايز أسأل حضرتك يا فندم فيما يتعلق بالمسارات المقبلة، يعني فشل القرار البرازيلي والقرار الروسي من تمريره في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، هناك تعاطف ومساندة غير مسبوقة دولية لكبريات عواصم القرار في العالم مع إسرائيل، كيف يمكن أن يكون لدينا صوت عربي موحد وتقديم رؤية عربية موحدة؟ لأن في أوراق ضغط أكيد موجودة في العالم العربي، وقمة القاهرة للسلام إزاي ممكن تسمح لنا أو تتيح لنا وتفتح لنا هذه المساحة لتقديم صوت عربي موحد في مواجهة هذا التعاطف العالمي والدولي غير المسبوق مع إسرائيل؟ للأسف الشديد أخي الكريم، اجتماع وزراء الخارجية العرب طبعا لم يضع أدوات طبعا ضغط عربية بشكل أساسي، وبالتالي كانت أنا أعتقد التي تم القمة وزراء الخارجية العرب التي تم الاتفاق على أن تبقى جلسة مفتوحة لم تعاود الاجتماع لوضع عاليات أخرى. اليوم في طبعا في بعض الدول أو أغلب الدول العربية تشارك في مؤتمر السلام اليوم في القاهرة،
أتمنى أن يضع العرب أقل تقدير، نتحدث عن كما أشرت، أنا دائما أحب أستخدم هذا المصطلح، الدبلوماسية الخشنة التي مارستها مصر. استخدام هذه طبعا الدبلوماسية الخشنة قد يدفع باتجاه أن يخفف بشكل أو آخر على الشعب الفلسطيني طبعا هذه الحرب الضروس لشعبنا الفلسطيني في ظل هذه الهجمة. أقل تقدير ممكن الحديث عن سلاح اقتصادي كما استخدم في حرب 73، قد نتحدث عن موضوع العلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول التي لا تربطها حدود مع الاحتلال الإسرائيلي مثل الدول العربية التي وقعت اتفاقية تطبيع. أقل تقدير التلوح أنها ستعيد طبعا النظر في هذه الاتفاقيات، بغيره أستطيع أن نتحدث عن ذلك. دائما لدينا طبعا شواهد في التاريخ أثرت على ذلك. ما نمتلكه الآن كعرب أنا أعتقد الأقوى اللي ممكن نستخدمه السلاح الاقتصادي. يعني حننتظر إن شاء الله وعلى أمل بموقف عربي موحد، يعني يكون على مستوى هذا الحدث وعلى مستوى ما يقدمه الفلسطينيون من شهداء يوميا في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. امبارح يعني 13 فلسطيني امبارح للأسف استشهدوا. بنشكر حضرتك دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.